لا يوجد احد سلطه او تنظيم يملك الحق بالتفاوض او التنازل حتى مناقشه هذا الحق. صحيح الان اذا كانت في سلطه وطنيه فلسطينيه او اذا كان رئيس فلسطيني او اذا كان اي شخص يريد ان يتفاوض بحق العوده يسمح له في حاله واحده فقط ان يكون معه تفويض من كل الشعب. ولا يكفي التفويض الاعلامي ولا يكفي التفويض اللي تبع السيسي انزل بالشارع وفوض، لابد ان يكون تفويض شخصي شخصي. لو واحد قال لا وقفت لانه حق شخصي. استاذ منير بيتكلم كلام خطير وكلام مهم، بقول استاذ منير بقول انه نسيت استاذ منير شو قلت. لا ذكرت شو قال. قال هل يضعفه؟ نعم يضعفه. الان انا دائما بضرب مثال يا استاذه خديجه، يا استاذه خديجه خلي بس شوي خفوا على الشات شوي بس. يا استاذه خديجه لو انت لك علي 1000 دينار او 10000 دينار مبلغ كبير او 100000 يورو، خديجه بدها مني 100000 يورو، مش تصدقوا تروحوا تطالبوني ترفعوا علي قضيه وتقولوا اعترفت رسميا؟ الان خديجه تطالبني ب 100000 يورو، هي بدها مني 100000 يورو، فانا لازم ادفع لها 100000 يورو. يا خديجة والله ما عندي ويا حرام وكذا. أبدا خديجة أصرت إلى بدها 100000 يورو. سامحيني ما رضت، ذهبت إلى أبي خديجة قلت له يا سيدي الفاضل بنتك بدها مني 100000 يورو أنا ما عندي وأنت رجل طيب وفاضل وشهم وصاحب خير سامحني. قال سامحتك. فأجى أبو خديجة سامحني، فرحت خديجة قلت لها أبوك سامحني. قالت مش من حقه ولا بعترف بمسامحة أبو إلك، أبوك عيب عليك استحي. قالت أبدا هذا مالي وليس مال أبي، إذا أراد أبي أن يسامحك فليدفع لك من ماله. الآن رحت جمعت أنا كل أصحاب خديجة وأهلها وصديقاتها وعائلتها، يا جماعة عيب استحي أبوك وافق. أنا هنا أحرج خديجة وأضعف موقف خديجة، فخديجة الآن تصير ضعيفة لأن أبوها وجماعتها بخلت فيها، أنا أضعف موقفها لكن لا يسقط حقها. واحنا تماما لو جات عندنا اي سلطه او اي شخص تنازع عن حق العوده لصفد وحيفا ويافا وعكا هنا ياخذ يضعف حقنا. ليش؟ لما تذهب تحكي للامم المتحده يا اخي ايش فيكم اخذتوا حقكم؟ لما تذهب اخذتم حقكم؟ صح بس انا حقي الفردي ما اخذته. لاحظين ايها الاخوه؟ اذا ما جاء في اتفاقيه اوسلو ان عوده اللاجئين الفلسطينيين تعني عوده 10000 لاجئ سنويا لمده 10 سنوات. يعني 100000 لاجئ انتهت العودة ويعودوا إلى مناطق السلطة الفلسطينية الحكم الذاتي اللي هي أريحة والضفة وغزة، هذا فقط هذه العودة. هذا باطل وهو غير قانوني، لأجل ذلك ما استطاع أحد أن يمرره وتأخرت مفاوضات الحدود واللاجئين والقدس إلى النهاية. شو معنى السلام مع المحتل؟ السلام مع المحتل اذا فيه تنازل هو تنازل طبعا ما يجوز. اذا رجعنا مره ثانيه احفظوا القاعده عني يا جماعه، اذا تنازل شخص رئيسك او ممثل الشعب الفلسطيني او اعتبار اذا تنازل عن حق العوده فهو يضعف الموقف لكن لا يسقطه لكن يضعفه، لا يسقطه لكن يضعفه. طبعا يا هند ما هو ما هو من حقه يعود بس هيك سووا في الاتفاقيه. جماعتنا اللي فاوضوا عنا واحنا ما فوضناهم هيك سووا. شو سوي؟ راحوا اتفقوا على 10000 لاجئ اقرأوا اوسلو بقول لك 10000 لاجئ لمدة 10 سنوات. شو سوي؟ وبرجعوا الى ريحة وغزة اللي الثنتين اليهود بقول ان شاء الله يا رب نموت ولا ريحة ماخذها الغور وغزة ماخذها البحر. احسنت محمد شطاره. استاذ محمد بقول هو لا يسقطه ولكن يضعفه. متفقين؟ احسنت حتى ال 10000 متر. استاذ اشرف بيسال سؤال بيقول هل حق العوده يعني حق العيش ومرس الحياه في الارض؟ نعم حقك ترجع لبيتك وتعيش فيه زي ما كنت سابقا، زي ما كانوا جدودك. وتصبح هذا وطنك وتعيش في هذا الوطن. يا أستاذي الرئيس المنتخب لا يفاوض عن حق شخصي. يا جماعة يا أستاذة سوزان الرئيس المنتخب
حتى لو انتخب بنسبة 99% على نظام الانتخابات العربية. لا لا يا اخوان، الرئيس اللي منتخب بيتكلم عن 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 مسائل بتخص الدولة، في إدارة الدولة، إدارة شؤون كيان الدولة، بس الرئيس المنتخب لا يفاوض على الحق، لا يفاوض على الحق غيره، لا يحق له يا اخواننا. ولا تفويض عام يا أمينة شهر الطويل، ليس تفويضا عاما انما تفويض شخصي شخصي. في الحقيقة يعجبني جدا، في كان برنامج فيديو زمان، هو الان ممكن موجود على الجوجل، اسم شريط الفيديو اسمه القدس وعد السماء، القدس وعد السماء. فجابوا مقابلة مع رجل كبير بالسن، ختيار كبير، يمكن هو توفي الان، اسمه يونس خالص او الخالص يونس. والله يا اخواننا بكى 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 طبعا، وهو بيتكلم وانا بكيت لبكاء هذا الرجل في الشريط اسمه القدس وعد السماء. بالحقيقة الشريط كان في حينه رائعا. يونس خالص قال، يونس خالص او يونس الخالصي او ما شابه ذلك، قال اجوا على ارضه، قالوا له تبيع، قال له ادفع، قال له 100,000 اردني، قال له ما بيعش، قال له 200,000 اردني، قال له ما بيعش. شريط القدس وعد السماء، قال له كم بدك؟ قال له بدي كل ولد مسلم في كل العالم الإسلامي يجي. موسى الخالص، أحسنت يا أحمد، موسى الخالص قال له بدي كل ولد مسلم في كل العالم يقول أنا متنازل وأنا ببيع. رجل أظنه مش متعلم، وطبعا كان الولد محكوم مؤبد وصار يبكي عليه، لكن بقول يعني أنا بدي كل هذا، مش حتى إلي أنا كمان، هذا حق لكل العرب ولكل المسلمين، إذا تنازل العرب كلهم أنا أتفضل يا سيدي. قال له طب خذ 100,000، قال له 100,000 شمة زعوط عندي، قال له خذ شك مفتوح، قال له شمة زعوط عندي. بيعرفوا الأهل الضفة والقدس بيعرفوا معنى شمة زعوط. نعم، فالحقيقة هذا أيها الإخوة الأكارم، هذه هي الـ 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 الناس في المواقف. وهو حكاها، اللي قال اللي يفك اللي 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 يبيع عرضه، اللي يبيع عرضه يفرط بأرضه، يفرط بعرضه. وبثقافتنا كعرب العرض والأرض، من مات دونه ما يعني، فخير الميتة. نعم، حناخذ هذا حط السيف قابل السيف، الحق برجع لأصحابه بس. طيب يا ميسا، في مجال استراحة قصيرة؟ طيب ناخذ استراحة قصيرة 7 دقائق فقط لا غير، ولتكن 8 دقائق بعوض الله، يعني نص وخمسة بنرجع إن شاء الله، متفقين؟ لا كثير، 10 عمو. بالديانات وخذنا عن اللاجئين بوين؟ اللاجئين بالديانات، وخذنا عن اللاجئين في القانون الدولي، وخذنا عن حقوق اللاجئ بشكل عام الفلسطيني وغير الفلسطيني. الآن بدنا ناخذ أمثلة لبعض الناس لجأت وكيف انحلت مشكلتها، واخذنا تجارب عالمية. التجربة الأولى حناخذ لاجئي البوسنة، كلكم سمعتم في البوسنة صح؟ شوف القرار بقول: أقرت غالبية اتفاقات السلام حول اللاجئين والمهجرين في استعادة منازلهم الأصلية وممتلكاتهم في كل من البوسنة والهرسك وكوسوفو وكمبوديا وغواتيمالا وموزمبيق وكمبوديا مكررة ورواندا وكرواتيا وبروندي وجورجيا. ما شاء الله، هذا كلام مين؟ UNHCR اللي هي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تكلمت عن ضرورة إرجاع المنازل الأصلية لكل اللاجئين في بلدانهم. كلام حلو. طب ليش الفلسطينيين ما ذكرتموهم؟ أحسنت يا هيام وأحسنت يا أمينة. قال لأنه المفوضية مش مسؤولة عن الفلسطينيين، ما لها دخل. طب مين مسؤول عن الفلسطينيين؟ الأونروا. طب يا أونروا، أحسنت يا نبيل، احنا لسنا مشمولين في حماية المفوضية، إنما مشمولين في حماية الأونروا. طب والأونروا تقول أنا ما لي علاقة بالعودة، أنا لي علاقة بالأكل والعلاج. صحيح، يعني هذا تفصيل غريب جدا، انه انت
ممنوع يرعاك إلا الأنروة، والأنروة لا تقدم لك الحماية. وكلكم شفتوا في حرب غزة الأنروة احتجت لدى الكيان الصهيوني مش على قتل الفلسطينيين في غزة، احتجت على ضرب مدارس الأنروة، ضرب مدارس تابعة للأمم المتحدة، أو اعتقال موظف أمم متحدة. طبعا لكن ما إلها علاقة أبدا في موضوع اللاجئين والعودة. ليش؟ لأن اتفاقية 51 استثنت الشعب الفلسطيني ضمنا من والأنور وضمنا من اتفاقيتها. إلا رب كبير أحسنت. وصلت النقطة يا جماعة؟ ترى هاي مهمة. الشعب الفلسطيني ليس له حماية، لأن الحماية الدولية تحت ظلة المفوضية، والمفوضية غير مسؤولة عن الشعب الفلسطيني لأنها ترعاه الأنروة. الآن ذكرنا حسن خالد ذكرنا بشغلة، إلا اللاجئين الذين لا ترعاهم الأنروة زي فلسطيني العراق، المفوضية إلى نوع إلى حد ما تفاعلت معهم. أحسنت. الأصل يا سيدي، الأصل يا سيدي أشرف، سؤال مهم. الأصل أن يا أستاذ أشرف، الأصل أن يتم، الأصل أن يتم الضغط عالميا من صناع القرار الفلسطيني على المفوضية أن تقف جنبا إلى جنب مع الأنروة. الأنروة تعيش وتغيث وتشغل، والمفوضية تحمي. مش أنا يعتقل شعبي ويضرب ويقتل بالشوارع ويقتل ويشرد ويلجأ مرة ومرتين وثلاثة وما في حد سأل عنه. لكن للأسف أخي ما 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 في ما ما عندك صانع الرأي الفلسطيني، صانع الرأي الفلسطيني للأسف مش على أبديته. هاي طيب ناخذ تجربة البوسنة. البوسنة أيها الأكارم عدد سكانها 4 مليون، 4 مليون نفر. في الحرب اللي دارت في البوسنة والهرتسك سنة 92 إلى 95 تعرض للتهجير 1.25 مليون تقريبا، وهم تقريبا أقل من الربع وأكثر من الثلث قليلا، أو أقل من الثلث وأكثر من الربع من السكان، يعني ربع الشعب البوسني تشرد. طيب 65% من بيوت البوسنيين دمرت في الحرب، كمان عاد منهم أكثر من 800,000 إلى بيوتهم بعد إعادة الإعمار، والبعض ينتظر الإعمار. طب هو هنا يبدو انه في ان الصفحه ما عم تطلع. في كلام على انه كذلك ايها الاكارم عندنا من 1,200,000 رجع لهم كام؟ 800,000. عندنا 400,000 بين نازحين وبين مهاجرين، وما زال العمل جاري. بتحكي متى صارت قضيه البوسنه؟ قضيه البوسنه سنه 92، يعني قبل كام؟ 10 12 سنه. صار 800,000 من 1,200، يعني 75% من الشعب راجع. طب ليش انا بفلسطين يا جماعه الي 67 سنة قربت أصل؟ تجربة أفغانستان، نعم تجربة أفغانستان يا قوم، تجربة أفغانستان 7.5 مليون لاجئ أفغاني بسبب ويلات الحروب والمنازعة. 7.5 مليون لاجئ. أحسنت يا عبد الحليم، إنه واحد زي عزة بيكوفيتش. إيه والله، منذ ما يزيد عن ربع قرن بدأت معاناة الشعب الأفغاني المسلم بعد الاحتلال السوفيتي لبلاده عبر العقدين الماضيين. لم ينعم هذا الشعب بالراحة، وبدأ يخرج من حرب إلى حرب حتى انتهت به ويلات هذه الحروب الداخلية والخارجية، إلى أصبح من أبأس شعوب العالم وأكثرها معاناة وفقرا وعدم استقرار. أن يرتفع عدد الأفغان المشردين داخل أفغان بسبب الحرب والجفاف إلى 2 مليون شخص. اللاجئين الأفغان مأساة إنسانية عمرها 30 سنة. إذا 7 مليون لاجئ و2.25 تقريبا
طب الآن وإحنا على أعتاب 30 سنة شو صار؟ الوضع الحالي إن طبقت الإحصائيات المفوضية، شوف المفوضية شو بتقول؟ بتقول عندنا باكستان 2 مليون لاجئ في باكستان، 1.5 مليون لاجئ في إيران، 1 مليون نازح متشتتين داخل أفغانستان، 1.5 مليون على الحدود، 34,000 في 20 دولة أوروبية، 34,000 أفغاني. عاد أكثر من 3.5 مليون أفغاني إلى ديارهم من باكستان من 2002 بمساعدة المفوضية. إذا نضل عندنا 1.8 مليون في باكستان. من عاد وجد وضعا بئيسا من مدن وقرى وبيوت مهدمة واقتصاد منهار. أقيم مؤتمر دولي حول العودة وإعادة الإجماد في كابول في منتصف تشرين الثاني 2008 لتعبئة الدعم للاجئين والعائدين والمشردين داخليا. اللي بدنا نحكيه إنه في أفغانستان عملية العودة ما أخذت البعد اللي أخذته البوسنة، لكن الأمم المتحدة شغالة بترجع بتجيب تعطي نازح مؤتمر هنا مؤتمر هنا، إذا الناس شغالين. الفرق بين البوسنة يا إخوة والفرق بين أفغانستان هو الفرق في قيادة الشعبين، الفرق في قيادة الشعبين، الفرق في المطالب. وأنا بالحقيقة دائما بحب أذكر مثال حبيته جدا. بالصيف الصيف الماضي هذا كنا بالأردن، فكانت مشكلة بين اثنين من أقاربنا، واحد من أقاربنا عنده مشكلة مع عائلة ثانية، العائلة الثانية ضرب الشاب اللي من أقاربنا، صار على عادات الناس اللي هي الصلحة أو العطوة، فجماعتنا مرضوا يصلحوا. فأجى واحد من كبار العائلة عندنا زعلان وقول كيف أنتوا ابنكم ينضرب وأنتوا ساكتين، وصار يحكي، فقال عبارة أعجبتني، قال بمعنى أنتم المقصرين والحق عليكم، وعندنا بالعرف العشائري الحق على قدر طلابه، الحق على قدر طالبه، كلما كان طالب الحق قويا كلما كان احتمال وصوله للحق أقوى. صحيح، بس أعجبتني عبارة الحق على قدر طلابه، قد ما أنت قوي بتقدر تصل لحقك. صحيح. طيب المثال آخر، أحسنت يا رويدة. قال ممثل المفوضية في أوغندا كاي نيلسون بعدما أغلق مكتب غولو في أوغندا، المفوضية سكرت خلصت شغل، خلص ما ظل عندهم ولا لاجئ ولا نازح، بقول هذا يوم سعيد للجميع، فقد نجحنا جنبا إلى جنب مع الحكومة ووكالات الإغاثة في إيجاد حلول لإحدى أكبر أزمات النازحين داخليا حول العالم، ومساعدة مئات الآلاف من الأوغنديين على العودة إلى منزلهم. الحمد لله مئات الآلاف من الأوغنديين رجعوا على أوغندا، وهذا بالنسبة لهم أكبر مأساة في العالم يا مفوضية. طبعا هم مش عم بشوفهم غمضين عيونهم عن اللي قاعد يصير بفلسطين. أحسنت يا ميس. طيب تقرير 2011 لما المحترمة بنت المحترمين المفوضية اللي هي UNHCR طلعت تقريرها، هاي التقرير يا جماعة، اللاجئين حول العالم، هاي 10 مليون عدد اللاجئين، 15 مليون نازحين، 2.5 مليون عائد، 6.5 مليون عديم الجنسية، 1 مليون طالب لجوء، 400,000 حالة خاصة، 36 مليون، هذا كلام 2011، طبعا العدد الآن زاد بكثير. لا شك عندي في ذلك يا أستاذة منيرة، أوسلو أضعفت. اللاجئين حول العالم الذين لا تتعامل معهم الأونر والمفوضية، يوجد بالعالم أكثر من 45 مليون لاجئ، تتعامل المفوضية مع 36 مليون لاجئ، هناك حالات خاصة لا تتعامل معها المفوضية مثل اللاجئين الفلسطينيين. الآن في عنا 2 مليون وأكثر من 0.5 مليون نازح، لاجئين السوريين طبعا سيئة جدا، طبعا سيئة جدا، تجربة العراقيين مع المفوضية سيئة جدا، صحيح، أو الفلسطينيين العراقيين، نعم. اللاجئين حول العالم، لاحظ كل الإحصائيات بدون، حكينا يا أستاذ أشرف، عرفنا اللاجئ والنازح، وقلنا اللاجئ هو الذي اجتاز حدود وطنه، مثل
ابن سوريا اللي كان عايش في سوريا صار في لبنان او في الاردن او في تركيا هذا لاجئ، وابن خلينا نقول دمشق لما راعى درعا، وابن درعا راعى اللاذقيه هذا نازح، لانه عيونهم مش شقر يا سيدي. لو لاحظ هاي احصائيه اللاجئين في العالم. سؤال مهم عبد الحي شاهين ابو شويش، خليه بعد شوي السؤال هذا لانه في نقطه عليه مباشره، في نقطه مباشره عليه. لاحظوا احصائياتهم ما اللاجئين موجودين الحمد لله، فلسطين مش معاهم. ليش؟ لانها خارج حسابات المفوضيه. ما هي المنظمات الدوليه المعنيه بشؤون اللاجئين؟ مين بعطيني الجواب؟ ما هي المنظمات الدوليه المعنيه بشؤون اللاجئين؟ الأونروا، المفوضية العالية العليا لشؤون اللاجئين اللي هي اليو ان اتش سي ار، الأونروا، منظمات حقوق الإنسان. طبعا الأونروا واليو ان اتش سي ار هم تحت مظلة الأمم المتحدة، منظمات حقوق الإنسان قد يكون تحتها وقد يكون تحتها. الصليب الأحمر موجود لكن بقلة بقلة. الصليب الأحمر اعتماده مع اللاجئين في قضايا كثير أقل، إما معسكرات صحية وإما الحالة الفلسطينية. اليو ام تي اتش سي ار هي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ولدت سنة 1951، ولد معها اتفاقية 51 الشهيرة التي هي ستكون مرفقة لكم في موقع أرض، وأرجو من الجميع أن يقرأها. والهدف الأول لإنشاء المفوضية هو حماية اللاجئين الأوروبيين في أعقاب الحرب العالمية الثانية. حدود عملها، اليو ان اتش سي ار مسؤولة عن كل اللاجئين في العالم إلا الفلسطينيين. سؤال صاحبنا قبل قليل، إلا الفلسطينيين. ليش؟ طيب ما هي مهام المفوضية؟ صحيح، مهام المفوضية توفير الحماية. أول شيء الحماية، بروتكشن، أول شيء. اثنين، حلول دائمة، العودة أو التوطين أو إعادة التوطين، الاستجابة للطوارئ، الحفاظ على البيئة، اللاجئون والهجرات، بناء القدرات، تقديم الاحتياجات، حشد التأييد، جمع التبرعات. هاي أهم الأعمال التي تقوم بها يا مفوضية. شو معنى الحماية؟ قالت معناها ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية، حق الحياة، السلام الشخصية، هذا أهم حق. المفوضية واللاجئون الفلسطينيون، يعني يا دكتور السبب الحقيقي حتى لا يتمكن الآن، شوف السبب الحقيقي. لا، اقرأوا العبارة معي بالتعودة. بقول لا تقدم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، وذلك بسبب القيود الواردة في معاهدة اللاجئين 51 حيث نص. إذا يا عبد الحي سألت قبل شوية لماذا المفوضية لا تتبنى اللاجئين الفلسطينيين؟ بقول لك لأنه في الاتفاقية 51 فقرة 11 رقم د، اتفاقية 51 فقرة 11، أعرف يا أخي لم يكن مسجلين بالعراق صحيح، فقرة د ماذا قالت؟ إذا اتفاقية 51 سامر افتح لنا عليها. أنا للأسف مش عم بقدر أتحكم فيها. شوف لي فقرة 11 د، إذا تقدر تشوفها. على كل حال اذا سمر قدر يفتح عنها، انا هي موجوده عندي هون. شوف فقره دال شو بتقول، شوف بتقول، اقرا معي بعقلك. لا تنطبق هذه الاتفاقيه، يعني اتفاقيه 51، على الاشخاص الذين احدين يتمتعون حاليا بحمايه او مساعده من هيئات او وكالات تابعه للامم المتحده
غير المفوضية الأم، غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. يعني اتفاقية 51 بالحماية لا تنطبق على الأشخاص الذين إيش يتمتعون بحماية مؤسسة أخرى. ومين يا جماعة الأشخاص التتمعون؟ إحنا فقط، الفلسطينيين هم الوحيدين الذين كانوا يتمتعون بحماية الأونروا. فإذا الاتفاقية لا تنطبق على الفلسطينيين. لا 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 لا، الأونروا قبل يا أمال. الأونروا تأسست سنة 1949 يا جماعة، الأونروا تأسست سنة 1949. وإذا بدك تكون أنت سيء النية أو ظنك سيء بتقول ملعوبة، لعبوها صح. وإذا بدك تكون حسن الظن، المفوضية السامية والأمم المتحدة قالت أن الأنظمة العربية في تلك الفترة هي التي طلبت أن لا يدخل فلسطين تحت المفوضية ويكون تحت حماية الأونروا هيئة مستقلة له. الله أعلم، حسن نية بسوء نية، أنا ما حطش بذمتي، أنا ما حطش بذمتي. بس هو الموضوع أن المفوضية قالت في المادة 11 فقرة دال أنه إذا أي مجموعة من الناس عندهم أي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة تراهم أنا ما لي دخل فيهم، يعني بين قوسين فلسطينيين، لأنه هم الوحيدين الذين لديهم إيش؟ لديهم إيش؟ مؤسسة بترعاهم. طبعا في استثناء، والطلب الاستثناء مين؟ الاتحاد الأوروبي، الأوروبيين قالوا إلا إذا رفعت هذه المؤسسات يدها عنهم وبطلت، يعني بمعنى لم تعد تقدم لهم الحماية، فإنهم يدخلوا تحت إيش؟ المفوضية. واضح؟ يعني إذا الأونروا بطلت تدخل تحت المفوضية، لكن أنت تحت الأونروا. والأونروا تقوم بدورين فقط، التعليم والإغاثة والتشغيل، التعليم والإغاثة التي من ضمنها التشغيل. إذا الأونروا غير معنية بحمايتك من المحتل، وغير معنية على إعادتك، ولا تعمل على إعادتك، إنما المفوضية تعمل على إعادتك أو إعادة توطينك. بما أن نحن فلسطين رافضين التوطين، فهنا لابد أن تعمل على إعادتك، فش حد بيعيدنا، لأن المسألة تتعلق بعدو صهيوني متواطئة معه المنظمات للأسف الدولية. لا، الأونروا يا أستاذة ميسا، الأونروا تأسست 49، المفوضية تأسست 51. لا يا أشرف، أشرف يبدو إحنا اخطأنا شوي يا جماعة. برجع لاتفاقية 51، إذا سامر بقدر أرجع يعني على فقرة دال، أنا مش قادر أتحكم فيها سامر. ممتاز ممتاز، هاي سامر رجعك يعني. لاحظوا فقرة دال في الاتفاقية بتقول لا تنطبق هذه الاتفاقية على أشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة من أي هيئة أو وكالة تابعة للأمم المتحدة غير المفوضية. وإحنا يا جماعة الفلسطينيين عندنا مين؟ عندنا الأونروا، فالأونروا بترعانا. إذا كانت الأونروا ترعانا فإنه لا يجوز لا 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 للمفوضية أن تقدم للشعب عند مؤسسة تابعة للأمم المتحدة ترعاه. إذن يا فلسطينيين أنتم عندكم الأونروا، ويمنع للمفوضية أن تدخل بكم. طبعا المفوضية عالمية وعندها باور وطاقة كثير أحفظ من الأونروا. واضح يا جماعة؟ إذا سمحتوا يا سوزان، أنت والمجموعة معك الأسئلة خلوها، والله لا أجيبكم أي كلها، بس حتى ما نضيع الأفكار. أستاذ أشرف وصلت، الشعب الفلسطيني المفوضية لا تقدم لها خدمة له الخدمات، لأن الذي يقدم الخدمات للشعب الفلسطيني مين؟ مين؟ الأونروا. ونصت فقرة دال من المادة 11 من اتفاقية 51 على أن الذين لهم أحد يرعاهم لا تقدم لهم حماية. لا يا فؤاد، فؤاد بدي أتضرب أنا وياك، فؤاد بحكي كلام خطير، يجب التخلص من الأونروا. لا يا أخي ما بدنا نتخلص من الأونروا. ماشي يا جماعة؟ يا أستاذ فؤاد، أستاذ فؤاد خليني بالله، أستاذ فؤاد وسؤال فاطمة والعراق خليه بوقت الأسئلة إذا سمحتم، لأنه كلام كثير مهم بدي أوقف عليه الآن.
المفوضية أين مكانها؟ طبعا هي موجودة في الأمم المتحدة وموجودة في جنيف، وإلى موضوع مكاتب وإلى موضوع تخصصات أقسام اتصالات ومعلومات إلى غير ذلك، يعني بس فقط للعلم. شو أن جلسة المفوضية السامية قدرة السادة حوالي 50 مليون، هذا قبل الثورة السورية، قبل الأحداث السورية، حصلت على جائزتي نوبل للسلام، تعمل على الترويج للاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين. أحسنت يا مكرم، حنعطيكم وقت للأسئلة وحضر معكم ما تقولوا شبعنا. تراقب مدى امتثال حكومات القانون الدولي، توفر المساعدات المادية، هذه المفوضية. التمويل، التمويل من التبرعات وأكثرها تأتي من أمريكا. الأنوروا حبيبة الشعب، الرقم الصعب. الأنوروا أيها الإخوة هي مؤسسة ولدت أو تأسست لاسمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط أو الأنوروا. هي إحدى الوكالات التابعة لهيئة الأمم المتحدة وهي مختصة بالشعب الفلسطيني. تأسست في 8/12/1949، سنة 1949، يعني تقريبا بعد 6 أشهر من إعلان الكيان الصهيوني أو بعد 7 أشهر من إعلان الكيان الصهيوني. أهداف الأونروا: 1، تقوم بالتعاون مع الحكومات المحلية لتقديم الإعانة المباشرة، قرار 302 صحيح. 2، تنفيذ برامج العمل التي توصي بها اللجنة الاستشارية، تعاون، برامج عمل، إعانة، تدابير داخل الحكومات تمهيدا للمرحلة تصبح في المساعدة الدولية غير متوفرة. من المؤسسات العاملة مع، بس أنا في نقطة مع الأونروا سألوا عنها يا جماعة، الأونروا هي المؤسسة الوحيدة الدولية الشاهدة على قضية اللاجئين، وهي المؤسسة الوحيدة التي سجلت اللاجئين، وهي مسجلة الآن. كم لاجئ عندنا؟ كم لاجئ عندنا مسجل بالأونروا يا جماعة؟ مين بيعرف؟ كم لاجئ فلسطيني مسجل بالأونروا؟ ما شاء الله عليك يا حمدي، 5 مليون وكم بالضبط؟ أشوف يلا، 5 مليون وكم؟ أحسنت يا حمدي، 5 مليون وكم يا جماعة؟ ما شاء الله عليك يا حمدي، 5,200,000 وشوي، أظن 30,000 أو 40,000. وستكون الأونروا في هذا إحصائية 2013، 2014 أكيد راح يزيدوا. هذول مسجلين، طبعاً كمان على الأقل 3 مليون غير مسجلين. فإذا هي المؤسسة الدولية المعتمدة للأمم المتحدة الشاهدة على مأساة الفلسطينيين وعلى تشريدهم وعلى قضيتهم وعلى إبعادهم، وأسست للاجئين وما زالت تعمل للاجئين. ويأتمنى قادة إسرائيل وقادة أمريكا أن يناموا ويصبحوا ولا يروا أونروا. فنحن وأنا وكل الناس الفاهمين في القضية الفلسطينية ضد تصفية الأونروا، وضد نقل خدمات القضية للفلسطينيين إلى الدول العربية كما يرى البعض. أبدا، نحن نريد الأونروا ومتمسكون بها حتى العودة. ليش؟ لأنها هيئة أممية موثقة، موثقة فيها كل ما يتعلق بملفات اللاجئين الفلسطينيين. لكننا غير راضين عن بعض الأعمال التي تقوم بها الأونروا، وغير راضين عن دورها. وأنا دائما بقول عبارة بعتبرها مهمة، بقول نحن مختلفون مع الأونروا وليس على الأونروا. يعني لا نريد أن نصفي الأونروا، إنما نريد أن نحسن ونطور من أداء الأونروا ونراقب. واحد أحد الباحثين سماها Watch أونروا، Watch أونروا، فتح عيونك. الأونروا قبل سنتين قررت تدريس الهولوكوست، طلعوا لها الناس في حراك وتراجعوا عن فكرة. فالأونروا تقدم خدمات جليلة وخدمات مهمة، ويجب الحفاظ عليها، كما يجب المطالبة بتطوير دورها لتشمل حماية، أو تدخل معها المفوضية لتشمل حماية. واضح يا جماعة؟ فالأونروا لا تهتم بالحماية، احنا يا الأونروا بتدخل الحماية يا إما بتدخل ترجمة. طبعا يا أخواننا، الأونروا لما أسست، أسست بشكل مؤقت، كان الهدف للأونروا مؤقت. قبل سنتين بقرأ لأحد النواب في الكونغرس الأمريكي يعني يلوم لوما شديدا للأمم المتحدة الأونروا، قال نحن أسسنا الأونروا، أسسنا الأونروا لأن تنهي ملف اللاجئين، لم نؤسس الأونروا لأن تبقي ملف اللاجئين حيا وتسجلهم جيلا بعد جيل.
فهي أسست الأونروا من أجل إنهاء قضية اللاجئين، لكن سبحان الله ربنا عاقبهم بعكس نيتهم، فالأونروا هي تعتبر شاهد مهم من شواهد اللجوء، كما المخيمات شاهد، كما وجود اللاجئين شاهد، كما بيوتنا في ما زالت البيوت والمساجد والكنائس الموجودة في فلسطين المحتلة سنة 48 هي شاهد آخر. من المؤسسات الأخرى التي تقدم دعمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC، وهذه غالبا تقوم إما بإغاثات صحية أو إغاثات علاقية، يعني بعض الأمور لها علاقة بالسلام والعلاقة بالأسرة والعلاقة بالنزاعات، بإيصال الجرحى، إخلاءهم إلى غير ذلك. والإخوة اللي بيعيشوا في فلسطين بيعرفوا الصليب الأحمر كان بيقوم بدور مهم مع المساجين الفلسطينيين رغم قلته ورغم محدوديته. منظمة إنسانية تعمل بشكل محايد، تأمين العناية الصحية غالبا. نعم تنسق أخي أشرف أو شرف، نعم أخي شرف تنسق في القضية. نعم المساعدة الطبية، المساعدة الغذائية، إعادة جمع بين العائلات والأفراد ولم يشمل إلى غير ذلك. طيب لما نسأل إخواننا أهم الاتفاقات الدولية المتصلة باللاجئين، ما هي الاتفاقات الدولية المتصلة باللاجئين؟ رقم واحد المواثيق والقوانين الدولية. لا مش قرارات، اتفاقيات. جماعة يا أستاذة هيام، أنت تحكي عن قرار 242 أو 194 أو 338 أو 302، لا، إحنا نحكي اتفاقيات كبرى. الاتفاقية الأولى، أهم اتفاقية تخص اللاجئين هي، لا مش قرارات، هي اتفاقية 51 مع بروتوكول سنة 67، أهم اتفاقية. اتفاقية كام؟ 51 مع بروتوكول كام؟ 67. 2. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هذه قوانين عامة. العهد قوانين عامة كذلك يتحدث عن إيش؟ قضية اللاجئين بشكل عام. مثلا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية قال: لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي، وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. حق تقرير المصير لجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها مواردها الطبيعية دون ما إخلال بأي التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على المنفعة المتبادلة. هذا من القانون الدولي الخاص بالاقتصادية. على الدول الأطراف في هذا العهد بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على حق تقرير المصير، وفلسطين واحدة من هذه الدول. وين اشتغلوا عليها طيب؟ كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الإعلان العالمي يا إخواننا هو أول إعلان لحقوق الإنسان، وهو إعلان مهم، وكذلك سوف يرفق لكم، أرجو من الجميع كذلك أن يقرأه، وسوف يكون موجود على موقع أرض. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أيها الإخوة فصل كثير من الحقوق المتعلقة بحقوق الإنسان. العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية أو الحقوق المدنية والسياسية، هذه مراجع دولية بالقانون الدولي. المعاهدة الإقليمية مثل اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية عام 69، إعلان قرطاجنة عام 1984 لدول أمريكا اللاتينية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سواء كانت فلسطينية أو غير فلسطينية، اتفاقية حقوق الطفل تنطبق على الطفل الفلسطيني وغير الفلسطيني، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والمعاقبة القاسية واللا إنسانية والمهنية، اتفاقية بشأن وضع عديمي الجنسية بتاريخ 54 عديمي الجنسية. أسأل سؤال يا جماعة، هل الفلسطيني له جنسية أم عديم الجنسية؟ في عنا في لبنان شيء اسمه فاقد الأوراق الثبوتية،
في عندنا شيء مع وثيقة سفر لبنانية، وثيقة سفر سورية، وثيقة سفر مصرية، عندنا شيء مع جواز سلطة وطنية برقم وطني، وجواز سلطة فلسطينية بدون رقم وطني، وعندنا أردني مع رقم وطني، وأردني مؤقت 5 سنوات، وأردني بدون. هل الفلسطيني له جنسية؟ وأنا فلسطيني مع جنسية كندية أو أسترالية أو أمريكية. سؤالي، هل الفلسطيني عديم الجنسية؟ ما رأيكم؟ نعم. أشرف نبيل السهل، نعم. وقول له جنسية فلسطينية. نعم. لا، مش عديم الشروط. له جنسية وله بطاقة. نعم. لا. طيب، ممكن نركز بالنقطة هاي شوية. أيها الأخوة، الفلسطيني جنسيته فلسطينية لو لم يكن معه أي ورقة ثبوتية. كل لاجئ فلسطيني هو فلسطيني، جنسيتك إيش؟ فلسطيني. طب ما عندي جواز ولا عندي هوية، بغض النظر من الناحية الحقوقية. أحسنت من قبل، الناحية الرسمية أستاذ عبد الرحمن حشاش، نعم، من الناحية الحقوقية أنت فلسطيني. الآن من الناحية الوقائية، أنت معك شو ولا ورقة، فأنت ما عندك جنسية، فأنت عديم الجنسية. عشان هيك الإخوة اللي عايشين بالخليج لما يروحوا أو بسوريا أو لبنان، يروح أحيانا يطلب فيزا لأوروبا، يشوف جوازه بسموهم زي الهومليس، اسم آخر زي الهومليس، اللي هو يعني ما عنده جنسية، فبيعتبر وثيقة السفر المصرية أو الأردن، لا مش بدون، في إلا مصطلح بالإنجليزي نسيته، زي هومليس مش عارف بالضبط، نسيته. هؤلاء بعضهم مش فيزا للشنغن، نادرة غالبا. ليش؟ لأنه هذا ما إله وطن، مع وثيقة سفر ما عنده جنسية. شو قصدك تحكي؟ قصدي أحكي أن اللاجئ الفلسطيني جنسيته فلسطيني. كل فلسطيني في العالم سواء كان لاجئ أو غير لاجئ فهو فلسطيني. الآن إذا ما عندك وثيقة سفر، إذا ما من عندك الصوت من ضعف النت من عندك يا عبد الحي، إذا ما عندك وثيقة سفر أو أي وثيقة أو جواز يثبت حقك، فأنت هنا أيها الأخ الكريم بحاجة إلى جنسية. فأنت بهذه النقطة تنطبق عليك اتفاقية 54 اللي بسميها اتفاقية عديم الجنسية. إذن اللي ما عنده جنسية، ما هو اسمعني، اللي عنده جواز أردني عنده جنسية، اللي عنده جواز أمريكي عنده جنسية، اللي عنده وثيقة سفر ما عنده جنسية. وعليه فلو رحت انت مثلا على اي دولة اوروبية واثبت انه ما عندك جنسية، بممكن يطالبك، لانه في قانون الجنسية لا يجوز لاي شخص يعيش على اي ارض ان يكون دون جنسية، لازم كل شخص عنده جنسية. مدى مش هيك، الفلسطيني حقا وقانونه هو فلسطيني وجنسيته فلسطيني، لكن قانوننا حسب وضعه. الاردني مع جنسية اردنية، اللي في لبنان أخذوا جنسية لبنانية وهم قلة مع جنسية. أحسنت يا عبد الحي. طيب، أنا إلي قريب جنس في استراليا ومع جنسية كمان أردنية، وعنده مش أخي الكريم، لو تجنست وأصبحت عندك 30 جنسية، 30 جواز، وبعضهم جواز دبلوماسي، وصرت رئيس وزراء تشيلي، وصرت رئيس فنزويلا، تبقى فلسطيني وجنسيتك فلسطيني، وهذا لا يسقطه ولا يسقط الأصل ولا يلغيه أبدا. واضح؟ صحيح. عبد الرحمن بيقول أبناء نعم أخوانا، خلي أسئلة بعدين، والله لا يجوب على كل أسئلة إن شاء الله تعالى. طيب، إذا مرة ثانية، حصولك على أي جنسية لا يسقط حقك الفلسطيني، أنت بالقانون فلسطيني بالقانون والحق المكتسب، لكن إذا كنت في دولة ولا توجد معك جواز، فأنت هنا بهذه الدولة تنطبق عليك عديم الجنسية، وممكن لك تحصل على جنسية أي دولة. متفقون؟ واضح يا جماعة؟ ترى كلام مهم، ورجاء ما حد يعني زي ما بسوى بعض الإخوة أخذ جزء من كلامي وراح نقله وحكانا هيك، الله أكبر، إذا محمد بجرد الفلسطيني من جنسيته، إذا الأكاديمية هذولا عملاء هذولا كفار. لا، هد شوي افهمني كويس، احنا اللي قلناه كلام واضح، ان الفلسطيني هو في جنسيته فلسطيني، كل لاجئ فلسطيني في كل الدنيا هو ايش؟ هو فلسطيني. رقم واحد، لو ما معكش اي وثيقة فانت فلسطيني، وكل العالم ينبغي ان يعترف بفلسطينيتك، وهناك عشرات الطرق لإثبات فلسطينيتك. رقم واحد. رقم اثنين،
إذا كنت لا تملك جوازاً أو جنسيةً وتملك وثيقة سفر، وثيقة سفر لا تعتبر جنسية، الدول المحترمة تعتبرك بلا جنسية، فأنت بحاجة إلى تجنيس. والقانون الجنسية بيقول لكل فرد حق بجنسية، وينبغي على الدولة التي يقيم عليه الإنسان أن تعطيه جنسيته أو تحصل له بمعنى آخر تمكن له باتفاقية مع المفوضية بالحصول على جنسية. متفقين؟ في اعتراض؟ في اعتراض قبل ما نمشي؟ ما هو قال الشاعر لا تعترض فتنطرد، بس اعترضوا ما في مشكلة. اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، اتفاقية 61. اتفاقية الأمم المتحدة 51 قلنا هي اتفاقية مهمة جدا جدا جدا، وهي الأصل في اتفاقية اللاجئين، رغم أنه أحيانا بعض خبراء الأمم المتحدة بيقولوا أن هذه الاتفاقية قديمة، صح فيها ملحق بروتوكول بس ما زالت بحاجة إلى إيش؟ إلى تحديث. والأمانة اتفاقية اللاجئين تحت الاتحاد الأوروبي أقوى منها، واتفاقية اللاجئين تبعت أفريقيا أقوى منها، لكن بالوطن العربي الحمد لله ما عندنا اي اتفاقيه. ليش توجع راسك؟ الباب بيجيك من الريح خليه مفتوح. اذا اتفاقيه ال 51 هي اول واهم اتفاقيه دوليه وقعت عليها 136 دوله، فيها لأن هي الأصل يا أستاذة رويدة، هي أصل، هي التي هي أول اتفاقية شرعنت الى اللاجئين واللجوء، وهي التي اخرجتنا، هي التي اخرجتنا. صحيح يا محمد شطار استاذ محمد، صحيح كلامك، وهي علامه على الطريق في مجال وضع معايير لمعامله اللاجئين. لم تغطي كل شيء، لكن صراحة وضعت اتفاقيه الحد الادنى لمعايير معامله اللاجئين من فذاك الحقوق الاساسيه التي يستحقوها. تؤسس لوضع قانوني وتضمن نصوص عن حقوقهم في العمل والأجور والرفاهية لهم. يعني اللاجئ لازم يظل يعاني؟ يا أخي لازم تحقق له رفاهية. تحظر اتفاقية طرد الأشخاص الحاصلين على وضع اللاجئين، وتحظر عودتهم قصرا إلى ديارهم التي خرجوا منها. تنص المادة 33 على أنه يحظر على الدولة المتعاقدة الطرد أو رد اللاجئ بأي صورة إلى الحدود أو الأقاليم التي تكون فيها حياته أو حريته مهددة بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية. لا يجوز لك أن ترد، وحكينا عن عدم الرد. المادة 34 بجنس واندماج اللاجئين، وتعالج الأحكام الأخرى حقوقا مثل الوصول إلى المحاكم والتعليم والضمان الاجتماعي والإسكان وحرية التنقل. يعني هذا ملخص الاتفاقية. الصكوك الإقليمية حكينا، أوروبا اعتمد مجلس أوروبا عدة صكوك بشأن اللاجئين، ومن أهم هذه الصكوك اتفاقية الأوروبي بشأن إلغاء التأشيرات للاجئين سنة 59، القرار 1467 بشأن لجوء الأشخاص المعرضين لخطر الاضطهاد، الاتفاقية الأوروبي بشأن نقل المسؤولية عن اللاجئين، التوصية المتعلقة بتنسيق الإجراءات الوطنية المتصلة باللاجئين، التوصية المتعلقة بحماية الأشخاص المستوفين للمعايير الواردة في اتفاقية جنيف والذين لا يعتبرون لاجئين رسميا، اتفاقية دبلن سنة 90 معايير لتحديد الدولة العنصر المسؤول عن فحص طلب اللجوء عندما يملأ المتقدم طلبا، وهي عم بتغلب اللاجئين السوريين والفلسطينيين شوية اتفاقية دبلن. إذا بس هذا يا إخواننا إطلالة على أهم الاتفاقيات. إذا سمحتم الآن حأدخل في موضوع مهم ودقيق وبده انتباه. قبل هذا الموقع ممكن أعطيكم 5 دقائق لبعض الأسئلة المهمة. اللي عنده سؤال مهم يتفضل ويرى بأنه مهم، وتكتروش يعني تعلقوش كثير عشان أقدر ما تهربش من الأسئلة. اللي حاب براسه سؤال وأنا ما جاوبتوش وقمعته ممكن يسأل وأنا أشرب عصير. تفضل. الحمد لله راحت الأسئلة، ذلك فضل الله يتيما يشاء. النازح الفلسطيني، بس وقف شوي. النازح الفلسطيني هو لاجئ وفق التعريف القانون، صح؟ الآن يا إخواننا إحنا ما عندنا نازح فلسطيني، ما بقي في نازح.
الفلسطيني معنى نازح. عارف النازح ليش؟ انتقل من مدينة إلى مدينة في حدود الدولة. وعندنا الفلسطينيين اللي انتقلوا من الضفة إلى الأردن سموهم نازحين، لأنه كانت الضفة تحت سيادة الأردن. الآن الضفة مش تحت سيادة الأردن، فهم انتقلوا من دولة إلى دولة فهم لاجئين. متفقين؟ متفقين. هل كان يتم تغيير أي من تخصصات الأونروا؟ نعم يا كاميليا، قبل فترة حاولت الأونروا تغير اختصاصها وصارت ثورة وغيرت شيء باللوجو والعنوان وتراجعت. ما هو وضع اللاجئ الذي لم يسجل في الأونروا وليس معه إثبات؟ أنا أدعو لكل لاجئ مسجل أول شيء أنه يأخذ إله لإخوانه لأولاده لذريته. غير مسجل ما يقلق، ما يقلق، لأن في عشرات الطرق لإثبات حقك ولاجئتك. الأونروا ليست جزء من الأمم المتحدة. لا يا ميسا، الأونروا جزء من الأمم المتحدة، يقول في النص إذا كانت ترعاها منظمة منظمات الأمم المتحدة. الأونروا الفضية مؤسسات الأمم المتحدة، بمعنى الأمور واضحة، يتم توزيع الأدوار بينهم لتعطيل صحيح. اللاجئون المسجلون عند الأونروا يحملون جوازات، يعني واحد حامل جواز أردني أو أمريكي بيقدر يسجل في الأونروا، صحيح. الآن الأونروا ما لها علاقة بجنسيتك، لها علاقة أنت لاجئ ولا مش لاجئ. إذا لاجئ مسجل بغض النظر عن جنسيتك، صحيح. صحيح. الأونروا تعادل من تدخلات من الكونغرس طبعاً. مسيسة مسيسة. حتى اللي بيقوموا على إدارتها الأجانب دول موجودين في محلات العمل مسيسين. من الأشياء المهمة للأونروا طبعاً أن تشغل أكثر من 30,000 لاجئ، صحيح. مين يا سوزان تحكي عنهم؟ سوزان أي لاجئين؟ أي نازحين؟ ممكن يكون عندك أكثر من سواء من جواز وأنت نازح. أبناء غزة بالأردن ليس لدينهم جنسية أردنية، صحيح. عندنا يا إخوانا تقريباً 210,000 فلسطيني في غزة يقيم في مخيم اسمه مخيم غزة، وضعهم يختلف عن كل الأردنيين في غزة، الفلسطينيين الموجودين في الأردن بسبب الظروف، فهو ما عنده أي جنسية، عنده جواز أردني مؤقت، ويعني يحرم من بعض الحقوق المدنية. الأستاذة هند بتسأل عن اللي الفلسطيني اللي بيحمل جواز أردني وبيحمل كارت موان. أختي هند، الجواز الأردني لا قيمة له في التأثير على فلسطينيتك. ما دام أنت لاجئ أو عندك كارت موان فأنت فلسطينية، وإذا أنت لاجئ أو ما عندك كارت موان فأنت فلسطينية، بغض النظر إيش الجواز اللي بتحمليه. والأردن حتى الدولة الأردنية تعرف هذا الشيء. هل حين يحصل الفلسطيني على جنسية دولة ما تنفع عن صفة اللجوء؟ والله يا أستاذ ميلاد، لو 30 جنسية لا تسقط حقك. بغض النظر أخي عبد الرحمن، ابن فلسطين الذي خرج هو لاجئ بغض النظر، نعم. لا تعديها يا بسمة، فاتك خير كثير. حق العودة لا يسقط بالتقادم الحكيم. أصحاب الوثائق مسجلين دكتور، أصحاب الوثائق مسجلين، ما هي الوثيقة لحالها تسجيل ولا الجنسية، نعم. طيب كيف في مادة قانونية تثبت حقه؟ يا أخي الكريم، أنت إذا وصلنا إلى مرحلة الإثبات القانوني عندك عشرات. مثلا أنا من عائلة عمر مثلا، وأنا لاجئ لكن ما عنديش أي وثيقة تثبت بأني لاجئ. أنا عندي وثيقة لكن ما عندي أي وثيقة تثبت بأني لاجئ. فالنهاية أيها الإخوة، إنك أنت إذا وصلت إلى هذه، في طرق كثيرة منها، مثلا على سبيل المثال، هل لك عم أو خال أو جد أو عمومة أو أبناء عم أبوك مثلا في فلسطين؟ فهذا إثبات. الأمر الثاني، هل لك أي وثيقة بيعة أرض ملكية أي شيء؟ لا بصدق. ثواني بس يا جماعه اخر، لا تثبيت حضور بإثبات بطريقه لها علاقه بايش؟ لها علاقه باي شيء، فكل هذا يثبت حقك فيها. طيب في سؤال ثاني يا اخوه؟ في سؤال اخر؟
ما هي المنظمات ما عدا الأنوار التي قدمت خدمات الجنين يسقط عنها الحصول على خدمات فوضية؟ ما في، احنا عندنا بس الأنوار، فقط الأنوار. على الأغلب كل اللاجئين في الصين تم تسجيل مديريتهم في أوائل اللجوء. لا 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 يا أستاذ محمد، احنا عندنا 5 مليون مسجلين من أصل 8 مليون. عندنا 5 مليون من أصل 8 مليون. حتى ما تزعجكم صورتي تيجي وتروح. مش الحال ولا؟ إذا هذا استهدف استهداف مباشر فلسطيني ممكن يحسب هيك. طيب إذا احنا سجلنا في الأنور مؤخرا ولا نحظى بالتعليم، بغض النظر، المهم انك تكون مسجل. ما هي الحلول؟ الحلول الأول هو التمسك بالأنور، الحرص على التسجيل. ما إلى علاقة بأي دولة يا أستاذ فؤاد، هذا لا ينقص فلسطينيتك، هذا لا ينقص فلسطينيتك. كون دولة اعترفت بوثيقتك ما اعترفتش هذا ما بيعنيني، هذا لا يسقط جنسيتك. جنسيتك يعني مثل اسمك ما بتسقط عنك، خاصة فلسطينية. ولا كل قوة الدنيا بتسقط عنك. طيب، في سؤال آخر يا جماعة عشان ندخل على الجزئية القادمة. طيب. الآن إذا سمحتم بدي إياكم تفتحوا دماغكم، كل واحد ما يمسك معاه قلم ورقة أو ورقة وقلمين أو قلمين ورقة. أو ورق قلم ورقتين. حنحكي عن تعريف اللاجئ الفلسطيني. لدينا مشكلة تعريف اللاجئ الفلسطيني. من هو اللاجئ الفلسطيني؟ أول تعريف للاجئ تم في اتفاقية 51. أول ما عرفت اللاجئ. طب واللاجئ الفلسطيني من عرفه؟ عنا عرفته الأونروا. وعنا عرفه دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير. وعرفه المجلس الوطني الفلسطيني. وللأمانة عندنا مشكلة في من هو اللاجئ الفلسطيني. شوف حكينا اللجوء قانونا، حكينا إن هي عرفت اللاجئ بأنها كلمة لاجئ، اللاجئ بشكل عام. قالت كل من وجد نتيجة لأحداث وقعت قبل كانون الثاني 51 بسبب خوف يبرره من إيش؟ من الاضطهاد، تعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو الانتماء خارج بلده الذي يحمل جنسيته. يعني هو خارج بلده ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف. وأنا ما دام عندي خوف بديش أحتمي بهذه البلد، فبصير إيش؟ لاجئ. أو كل ما لا جنسية له وهو خارج بلد إقامته المعتادة ولا يستطيع أو لا يرغب بالعودة بسبب هذه الأحداث. هذه تعريف اللاجئ في اتفاقية 51. وبالحقيقة هذا اتفاق خاص بمن يا أخي؟ خاص بأوروبا ومش فينا، ولا ينطبق على الحالة الفلسطينية لأنه حدد قبل 51، بعدين عاد 51، بعدين لا يرغب ولا يرغب. فهذا تعريف اتفاقية 51 وهو تعريف عام ولا ينطبق على الحالة الفلسطينية. طيب، انتقادات، في انتقادات كثيرة على هذا التعريف الآن مش 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 موطنها، لكن كل ما نقوله أن هذه الاتفاقية لا تنطبق على الشعب الفلسطيني. متفقين؟ طيب، التعريف الثاني حناخذ أي تعريف؟ حناخذ التعريف الأونروا. الأونروا لما عرفت اللاجئ عرفته تعريفا نسميه باللغة تعريف إجرائي، مش كثير صح؟ صح؟ عرفت اللاجئ تعريفا إجرائيا. شو تعريف إجرائي؟ بالله عليكم انتبهوا لكل حرف بهذا التعريف، وانظروا إلى قيمة كل كلمة وكل حرف. قالت هو الشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال فترة من 1 حزيران 46 حتى 15 أيار 48، والذي فقد بيته ومورد رزقه. بيته هو إيش؟ ومورد رزقه معا نتيجة حرب عام 48، ولجأ إلى إحدى الدول حيث تقدم وكالة مساعداتها. كلام جميل ولا مش جميل؟ شو رأيكم؟ أول شيء قال هو الشخص، بالله عليك الفلسطيني هو شخص؟ هو نكرة؟ هو الشخص؟ فيش يعني كلمة ثانية؟ فيش هو الفلسطيني؟ الذي كان يقيم فلسطين خلال 1 حزيران 1946 حتى 15 48، اللي هي فترة النزاع المسلح بين العصابات الصهيونية وبين الفلسطينيين،
طب لماذا حددت هذا التحديد الزماني والمكاني؟ احسنت. طب واللي قبل هذا؟ حين كل ده من عبد الحميد الشمان طلع بالعشرينات. طب بعدين؟ واللي طلعوا بعد؟ والذي فقد بيته ومورد رزقه معا. طب انا فقدت بيتي بس ما كان عندي مورد رزق. او فقدت مورد رزق وما كان عندي بيت. نتيجة عام حرب 48، هو مش حرب 48، هو احتلال صهيوني. وفقط لجأ الى دولتي. اذا هذا يا حرية، احسنت يا حرية، هذا تعريف لبيان خدمات الأونروا وليس تعريف ليش؟ للاجئ الفلسطيني. متفقين؟ وليس تعريف للاجئ الفلسطيني. تعريف اختصاص. للاسف الشديد جدا هو التعريف الوحيد المعترف به للاجئ الفلسطيني عالميا، موثق بالامم المتحده. ما عندنا اي تعريف اخر موثق او معترف به للاجئ الفلسطيني لا تعريف الأونروا. صح تعريف اجرائي، لكن للاسف الحق على قدر طلابه يا جماعه. فاذا طلاب الحق ضعيف ضاع الحق. طيب الانتقادات نسبة انها واضحة. احسنت يا هيم. راح ناخذ التعريف الثالث. احسنت يا سوزان. وعندنا احنا عدد من المسجلين في الأونروا مش فلسطينيين، عرب او يهود حتى، لانه اللي كان يقيم في فلسطين. التعريف الثالث، خلينا نقرأ مع بعض لو سمحتم. تعريف دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية. دائرة شؤون اللاجئين لما عرفت اللاجئ الفلسطيني عرفته أي شخص، أي شخص كان يقيم في تاريخ 29/11/47 أو بعد هذا التاريخ مواطنا فلسطينيا وفقا لقانون المواطنة الفلسطيني الصادر 25. قانون المواطنة الفلسطيني هو قانون الجنسية اللي أصدروا مين يا جماعة؟ اللي اصدروا شو يسموه البريطاني، الانتداب البريطاني على فلسطين سنه 25، اصدر قانون الجنسيه الفلسطيني، وهو قانون جيد. وبالمناسبه السلطه الوطنيه الفلسطينيه اعتمدت عليه في كثير من مواد القانون الجنسيه الفلسطيني الحديث. فهو كل شخص كان يقيم في فلسطين في تلك الفتره التي اصبحت تحت سيطره دوله اسرائيل، وذلك ما بين 15/5/48 و20/7/49. شو رايكم حتى الان؟ في اعتراض ولا امور اوكي؟ الحمد لله امور اوكي، ما عندنا اعتراض، اذا التعريف ممتاز. ما في اعتراض صح؟ لا في اعتراض. ايش الاعتراض؟ هناك اعتراض، نعم نفس اللي نوى. الغى فكره الاحتلال واعترف بدوله اسرائيل، صحيح. قال في مناطق اصبحت لاحقا تحت سيطره مين؟ دوله اسرائيل. هذا مرفوض. نعم مرجع جيد يا أخي عبد الرحمن، كتاب حقوق اللاجئين مرجع جيد، نعم موجود. وأجبر على ترك مكان إقامته بسبب الحرب ولم يستطع العودة إليه جراء ممارسات السلطات الإسرائيلية. شو سماها؟ السلطات الإسرائيلية. والذي كان خارج مكان إقامته في تاريخ 29/11/47 أو بعد هذا التاريخ ولم يتمكن من الرجوع إليه بسبب الحرب أو الإجراءات الإسرائيلية. إجراءات إسرائيلية، سلطات إسرائيلية، حرب. وفقد مصدر رزقه حتى تاريخ 20/7/48 لنفس السبب، سواء كان أحد سكان القرى الحدودية في الضفة وسلبت أرضه وأصبحت تحت سيطرة إسرائيل، أو كان أحد أفراد القبائل البدوية أو شبه البدوية ونسل اللاجئين الفلسطينيين وأزواجهم وزوجاتهم وذرياتهم إلى غير ذلك. إذا هذا التعريف، تعريف دائرة شؤون اللاجئين، هو تعريف لديه مشكلة. أنه حدد الزمان ثم حدد المكان ثم ذكر أربع مرات احتلال إسرائيلي أو إسرائيل أو دولة إسرائيل. وهذا بالحقيقة تعريف سيء لا يعبر تعبيرا جيدا عن اللاجئ الفلسطيني. وطبعا تعريف أممياً غير معترف فيه، هو تعريف خاص بمنظمة التحرير الفلسطينية أو خاص بالشعب الفلسطيني. فهو غير معترف به أمميا. طب ما هو المطلوب ايها الاخوه؟ مطلوب من صناع القرار الفلسطيني ان ياتوا بخبراء القانون وبرجالات القانون ويتفقوا على تعريف شامل جامع مانع ويجبروا الامم المتحده على قبول هذا التعريف. احسنت.
احنا بالأكاديمية كانت لنا محاولة، رجعنا إلى باحثين فلسطينيين من الباحثين الممتازين وحقيقة خرجوا بهذا التعريف وأصبح عليه شبه مؤتمر وشبه اعتراف، لا شبه اتفاق على هذا التعريف من بين مجموعة من الباحثين. يقول اللاجئ الفلسطيني هو كل فلسطيني، إذا لازم أذكر مين هو، كل إيش؟ فلسطيني حال ويحول الاحتلال، أي منع ويمنع الاحتلال الصهيوني دون تمتعه بحق الإقامة، إذا ما عنده حق إيش؟ الإقامة، وليس شخص الدائم في بلدته الأصلية. اسمه احتلال يا جماعة، اسمه احتلال، اسمه احتلال صهيوني أو سمي احتلال إسرائيلي ما عندي مشكلة، بس هو اسمه احتلال في بلدته الأصلية فلسطين، وبكامل حقوق المواطنة، مش زائر ولا مقيم ولا عامل، بغض النظر عن التاريخ البدء والطريقة، يعني الشخص ضمن الصهاينة دخوله إلى بلده. هل يمكن توثيق هذا التعريف دوليا؟ هاي المشكلة. أول شيء ينبغي أن يتفق الفلسطينيون عليه، ثم يضغطوا ويعملوا لوبي حتى يضغطوا عليه في الأمم المتحدة. لكن هل سيتفق الفلسطينيون على ذلك؟ طبعا لن يتفقوا، لأن الفلسطينيين تعريفهم للاجئ مختلف، وأوسلو يحول دون هذا التعريف. متفقين؟ في سؤال على التعريف؟ في عنا إشكالية، سامر راح يرسل لكم كتاب اسمه مفهوم اللاجئ الفلسطيني، لأنه احنا أصدرنا هذا الكتاب لما وجدنا فيه مشكلة، وهم من الإصدارات الأكاديمية، سوف نرسل لكم وسوف يكون موجود على موقعنا أرض أو مدن. نعم. تاريخية ايش قصدك يا حمدي؟ هذا التعريف في خلال ايش خلال؟ ينقص اضافة التاريخ. اخي الكريم اذا قلت اللاجئ الفلسطيني يحول للاحتلال الصهيوني دون تمتع حق الاقامة الدائمة في بلدته الاصلية في فلسطين. يا اخي لما تقول فلسطين احنا نعرف ولا فلسطين واحدة. فلسطين هي فلسطين واحدة لا نعرف غيرها يا شيخ. مش شرط تقول كاملة لا. بس ما عندهم شروط فلسطين تاريخية. لا احنا هون لما تقول فلسطين تتكلم عن فلسطين اللي هي حدود فلسطين اللي حددتها الامتداد البريطاني سنة 25. الامتداد البريطاني حدد حدود فلسطين الحالية سنة 25. بده قوة يا اخي. صحيح هي امتداد هي اللي حددتها امتداد بريطانيا سنه 1925 هي الحدود المعروفه الان لفلسطين اللي حدها من الشرق اردن ومن الشمال لبنان وسوريا ومن الجنوب مصر. حكينا ليش الفلسطين لم يذكر مع المفوضيه، قلنا هذا الكلام. في سؤال على التعريف؟ طيب سوف نختم بآخر إحصائيات أو أهم الإحصائيات عن الشعب الفلسطيني. قبل أن نبدأ بهذه الإحصائيات، في سؤال يا جماعة عن التعريف أو ما مضى؟ عشان نكون هيك خلصنا فقرات الأسئلة. طيب الحمد لله ما في سؤال، أنا مبسوط. إحصاءات حول الفلسطينيين، لو سألتكم سؤال كم عدد الفلسطينيين الآن؟ كم عدد الفلسطينيين الآن؟ مين بكل الكلام؟ أنا حكيت في أول محاضرة كل حال. 14 مليون يا أشرف السهلي. أشرف مليون؟ 14 مليون صحيح، نعم. 11 مليون كلام برضو صحيح. كمان 7 مليون 800 ألف الفلسطينيين، لا قليل يا جماعة هيك. 12 مليون رويدة، أوكي كمان. طيب لا 9 مليون حرام عليك يا سيام، حرام عليك يا أخي، ضيعت ربعنا كلتنا. 16 مليون زدت شوية. طيب الآن إحنا عندنا هنا هذه إحصائية سنة آخر 2011، طبعا 2012 2013 زاد شوية. 8 مليون لاجئ صح كلامك. خلينا نركز شوي، خليكم معي. الفلسطين في العالم. الضفة الغربية فيها 2 مليون و600 ألف. قطاع غزة فيها 1 مليون و600 ألف. 48 فيها 1 مليون و400 ألف. الأردن فيها 3 مليون ونص. الدول العربية الأخرى 1 مليون و600 ألف. الدول الأجنبية 600 ألف. المجموع 11 مليون و200 ألف. هذا يا اخواننا اقل الحد الادنى،
الحد الأدنى 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 الأدنى، يعني هذا يعني إذا كنت متشائم جدا فما 11 مليون ونص، واضح؟ هذا أقل تحديد. طب في أكثر هيك؟ في أكثر هيك، منهم من قال 13 مليون، وأنا أرجح أن العدد يصل تقريبا الآن من 12 ونص إلى 13 مليون. المؤرخين بعض المؤرخين الصهاينة قالوا 14 إلى 15 مليون، واضح؟ إذن إذن هذه الإحصائية من مركز الإحصاء الفلسطيني، مركز الإحصاء الفلسطيني، مركز الإحصاء الفلسطيني أيها الأكارم لما يقدم الإحصائيات عن الضفة وغزة بتكون دقيقة، عن 48 والشتات لا غير دقيقة. بالشتات أخذ إحصائية الأنروا اللي 5,200,000، مش بالشتات اللاجئين، بالأردن أخذ إحصائية الأنروا وزاد عليها شوي، بلبنان وسوريا لا اعتمد إحصائية الأنروا. إحنا عندنا تعداد الضفة وغزة ما عندنا مشكلة فيه، عندنا مشكلة باعتداد 48 وعندنا مشكلة باعتداد بتعداد الخارج، عندنا مشكلة فيه لأنه في ندرة في المعلومات ومصادرها. طبعا قلت لكم الأنوروا بسجل 5 مليون، احنا عندنا 8 مليون. هذه الخريطة تقريبا، هذه الخريطة أو رسم البيان لهم، عندنا أنا قلت يا أستاذ سوزان عندنا 3 مليون غير مسجلين، يا أستاذ سوزان عندنا 3 مليون غير مسجلين. الآن شوف أعداد اللاجئين، انتبه لا تخربط. أول شيء قلنا أعداد الفلسطينيين اللاجئين في الضفة الغربية عندنا 800,000 لاجئ، في غزة عندنا 1,100,000 لاجئ، في 48 عندنا 200,000 لاجئ، 150 الآن صار تقريبا 170 أو 180,000، بالأردن عندنا 3.5 مليون لاجئ، بلبنان عندنا 455,000، بسوريا عندنا 500,000 لاجئ، في باقي الدول العربية عندنا 600,000 لاجئ، وبالدول الأجنبية عندنا 600,000 لاجئ، عندنا 7,600,000 لاجئ الحد الأدنى، وأنا بقول بيصلوا فوق 8 مليون وشوية لاجئين، واضح؟ هذول اللاجئين منهم في الضفة ومنهم من هو في إيش؟ في غزة. أي توزيع اللاجئين؟ لاحظ أكبر شريحة من اللاجئين وين موجودة؟ بالأردن. لا أظن ذلك يا أستاذة بسمة، الإعداد في غزة حسب إحصائية الأنوروا قطعا لا، قطعا يقينا خطأ، لا أنت غلطان يقينا، لأنه أصل الأنوروا لا تعد إلى اللاجئين، لا تحسب كل الدولة الأنوروا. غزة إحنا كل غزة أقل من 1,800,000، اللاجئين 1,000,000 وممكن 200,000 شيء زي هيك، بقية سكان غزة الأصليين. الفلسطينيين في فلسطين التاريخية حكينا النسب، في الأردن تقريبا 3,500,000 قلنا هذا الكلام، طبعا ما في اتفاق على هذه النسبة. اللي مسجلين في الأنوروا 2,200,000، اللي غير مسجلين في الأردن عندنا تقريبا 1,300,000 لأسباب كثيرة لم تسجل. في الدول الأجنبية قدرت 600,000 وهذا تقدير أعور، هذا تقدير طبعا مركز الإحصاء الفلسطيني. إحنا عندنا في أوروبا لحالها، أوروبا لحالها، أوروبا الغربية لحالها تقريبا 400,000 إلى 500,000 فلسطيني، عندنا أمريكا اللاتينية على الأقل في 500,000 إلى 600,000 فلسطيني. هذا تقرير مش دقيق الصحيح، لكن هذا تقرير الإحصاء الفلسطيني. للأسف شديد جدا عندنا الشعب الفلسطيني نصه خارج فلسطين، هذا خارج فلسطين وهذا داخل فلسطين، إذا نصه الشعبي خارجها ونصه 50% 1/10 خارج فلسطين تقريبا. صحيح يا، لأنه هو دائرة الإحصاء ما عم بزيد الأرقام، يعني كل سنتين لما تنزل إحصاء مرة، وغالبا على الزيادة المحتملة لعدد السكان وليس الإحصائيات الحقيقية. بقول لك 70% من الشعب الفلسطيني لاجئ، 70% 8 مليون لاجئ، 70% لاجئ، وهم ثلثين تعداد السكان الفلسطينيين. عندنا بالضفة الغربية قلنا 1,800,000 لاجئ، عندنا 48,150,000 لاجئ، حكينا الكلام هذا، حكينا النسبة. قرب ما خلص الوقت. طبعا متسرية طول مقرب الشرائح، طبعا متسرية بس طول مقرب الشريحة مش عارف ليش.
مهم جدا ننظر الى هذه الاحصائيه يا شباب ويا بنات. حنختم ان شاء الله تعالى الان، عارف اني تاخرت عليكم، حندخل على الجدول المباشره. الان عندنا كان اليهود في الثمانينات وبدايه التسعينات يحذرون من القنبله البشريه او من القنبله السكانيه الفلسطينيه، ويعدلون من التوازن الديموغرافي. الان هذا الخط الاحمر يمثل تعداد اليهود، وهذا الخط الازرق يمثل تعداد الفلسطينيين. يبقى 2011 مين اكثر، اليهود ولا الفلسطينيين؟ ها 2011 الاحمر يهود، ممتاز. طيب 2013 اليهود، 2015 اليهود، 2016 يتساوى اليهود والفلسطينيين 6,400,000، 6,400,000. اذا بال 2016 يتساوى اليهود مع الفلسطينيين في فلسطين التاريخيه. بال 2017 يبدا يزيد الفلسطينيين. بال 2020 نحن بنصير 7,000,000 و200,000 وهم 6,800,000. اذا بدا منحنى صعود السكان الفلسطيني يرتفع واليهود ينزل بسبب احنا عندنا ايش؟ بسبب عندنا كثره المواليد وقله المواليد عندهم. وهم قد يعوضوا ذلك الهجرات. هل هذا يؤثر يا جماعه على تفكير الكيان الصهيوني؟ نعم يؤثر. استاذ حمدي، هل تعلم انه هذا الميزان الان بطل رعب يخوف؟ زمان كان ميزان رعب، الان بطل ميزان رعب كثير. هو الان ميزان رعب لكن مش كثير. ليش الميزان رعب؟ لانه اليهود ما بنوش لاحد وبيخافوا من كل شيء. لكن ليش الان خف خطره؟ لا لا مش هذا يا استاذ امينه. لماذا اليهود الان خوفهم من القنبله البشريه السكانيه الفلسطينيه والتضخم السكاني اقل من الاول؟ لانه سابقا كان ابن الضفه وابن غزه وابن 48 كلهم تحت الاحتلال وكلهم وحده واحده. الان تفرق، ابن غزه صار بعيد وخارج حدود دوله الاحتلال، وابن الضفه صار تتبع السلطه الوطنيه الفلسطينيه، فاصبح الخوف فقط من ابناء الداخل، من ابناء الداخل، وهذه المشكله. اذا الان الوزن او التاثير تبع قوه الشعب الفلسطيني في مواجهه المشروع الصهيوني في الداخل الفلسطيني بسبب هذه التقسيمات الاداريه وبسبب اوسلو والاتفاقات الموجوده للاسف خفت حدتها وخف الخوف منها، مع انها ما زالت خطر لان اليهود لا يؤمنون لاحد. وصلت؟ ناخذ اطلالة سريعة على المخيمات الفلسطينية. احنا عندنا عدد المخيمات الفلسطينية 57 مخيم، لبنان فيها 12 مخيم، سوريا فيها 10، الأردن فيها 10، الضفة الغربية فيها 20 أو 19، لأنه الأنوروا عندها 19 واليهود عنده والسلطة الفلسطينية عندها 20 في مخيم مختلف فيه، وعندك في قطاع غزة 8 مخيمات، العدد كله 87 مخيم أو 57 مخيم أو 58 مخيم. القرار 194 حناخذه ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى فيما يتعلق بحقوق اللاجئ في القانون الدولي. هذا ما عندي، وجزاكم الله خيرا، وسعدت بكم، وسامحوني على التاخير، وصوتي تعب كمان.